اللقاء الجهوي حول التجميع الفلاحي من الجيل الجديد بجهة الدار البيضاء سطات يهدف إلى تحسيس مختلف الفاعلين الجهويين والمتدخلين لتعزيز عملية إنشاء مشاريع التجميع الفلاحي بالجهة، كما يندرج في إطار تنزيل محاور استراتيجية الجيل الأخضر. تقديم التجميع الفلاحي اليوم يعني بعد سرور يعني القوانين ولا النصوص التنظيميه الجديده لقانون التجميع الفلاحي، واللي كتمتاز بالتبسيط ديال المساطير لا بالنسبه للولوج المشاريع التجميع الفلاحي، وكذلك تبسيط المساطير فيما يهم الحصول على التحفيزات الماليه ديال الدوله. جهة الدار البيضاء سطات التي تضم أكثر من 1200 وحدة صناعية انخرطت في ورش تثمين المنتوجات الفلاحية القادمة من الجهات الأخرى في إطار الاستراتيجية الجديدة للتجميع من خلال بلورة أكثر من 16 مشروعا يهم جميع السلاسل الفلاحية. هذه العملية غادي تلعب دور كبير باش الفلاحة ديالنا يستافدوا من جميع الامتيازات ديال هذا القطاع، وكذلك يحاولوا يسلكوا العملية ديال التسويق في ظروف حسنة وظروف جيدة، وتجعل الجهة كتلعب ذاك الدور الكبير في تزويد الأسواق بالهذا، لا من الكمية ولا من الجودة. التجميع الفلاحي نموذج مبتكر لتنظيم الفلاحين حول فاعلين خواص وتنظيمات مهنية لتفادي العوائق وتمكين الفلاحين المجمعين من الاستفادة من تقنيات الإنتاج الحديثة. دابا الفلاح غادي يستافد، شتي دابا سمعتوا شحال الفلاح الصغير شحال غادي يستافد، اللي عنده من 5 هكتار حتى 10، من 10 حتى 20، من 20 حتى 50، من فما الفوق هذا كلشي غادي يستافد، يعني هو يعني إعانة للفلاحة. الفيدرالية البيمهنية الفلاحية مستعدة لمواكبة تنفيذ هذا المشروع الذي يشمل جميع سلاسل القيمة الفلاحية، كما أن التجميع على المستوى الجهوي سيساهم في تعزيز سلاسل الإنتاج الفلاحي وسيمكن من تحقيق أهداف الجيل الأخضر. وفضلا عن تقديم مزايا التجميع الفلاحي من الجيل الجديد، تميز اللقاء باستعراض الإمكانات الفلاحية والفرص التي تزخر بها جهة الدار البيضاء سطات.